أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو عبد الرحمن أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، شخص أصابته أزمة مالية فنذر إن كشفها الله عنه أن يذبح 7 من الإبل، فكشف الله عنه ما به إلا أنه لم يستطع الوفاء بهذا النذر دفعة واحدة، فهل يذبح واحدا تلو الآخر أم ينتظر حتى يجمع المبلغ لها كلها ثم يقوم بذبحها جميعا؟ إذا كان نوى ذبحها جميعا فلا بد من ذبحها جميعا، فينتظر إلى أن يتوفر له المال ليذبحها جميعا. وإذا كان ما نوى المتابعة ولا شرطها فإنه يذبحها ولو متفرقة.